ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد. والنهارده حلقتي طلبت حاجه جربتها بقالي سنتين. بعد تجربه سنتين او 3 سنين، يعني لما شفت التاريخ بتاعها على قناتي على اليوتيوب والريفيو اللي انا كنت عاملاه عنها كانت حوالي سنتين، يعني سنتين وشهر، سنتين وشهرين يعني وكسور، قولوا سنتين. بعد تجربه سنتين واستخدمته في حلقات كتير جدا، كان لازم ان انا اعمل اللي انا عملته النهارده ده. النهارده طلبت اوردر وارد السعوديه تاني. جبت ايه من وارد السعوديه؟ جبت حاجات لجهاز العروسه، واعتقد ان انا كده اكون قفلت الاجهزه الكهربائيه لبنتي. يعني اللي هيبقى فاضل توستر، هيبقى فاضل مثلا الاير فراير لو عايزه اجيب اير فراير، لكن مش في دماغي قوي دلوقتي. هيبقى فاضل مثلا ان انا عاوزه اجيب اللي هو الجهاز الوافل التلاتة في واحد زي عندي، بس طبعا هجيب جانو، هجيب ماركة حلوة اللي هي 7 في 1. عشان ما تسألونيش وتسألوا في الحتة ديت، عامل معاكي ايه؟ سوكاني الوافل تحفة جدا 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 وجميل وعلى قد استخدامي، وانا بستخدمه توستر اكتر ما بستخدمه كمان وافل. ماشي معايا في الحواوشي، ماشي معايا في الشاورما، ماشي معايا في تسخين جبنة سايحة فينو وجبنة رومي سايحة بلانشون، ماشي معايا تسخين، ماشي معايا حاجات كتيرة جدا 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 وجميل جدا. عشان بس انا بشوف في الريفيو بتاع سوكاني، الجهاز بتاع سوكاني التوستر والتلاتة في واحد اللي هو بتاع الوافل، بشوف اسئلة كتير جدا عامل معاكي ايه يا هبة، ولاني ما بعرفش ارد على كل الكومنتات فحبيت بالمناسبة ارد عليكم النهاردة. تعالوا النهاردة نشوف جبتي ايه لبنتي، وقولوا لي ايه رأيكم في كومنتات، وقولوا لي انتوا لما بتيجوا تجهزوا لبناتكم بتبداوا ايه، بتخلصوا ايه. عاوزه اقول لكم ان انا لما بدات بمحضر الطعام اللي هو البراون، كان اول حاجه كنت اجيبها اجهزه كهربائيه. بعد كده جبت ميكرويف شارب، بعد كده جبت حاجات كتيره قوي. يعني انا جبت ميكرويف شارب، وجبت محضر الطعام، وجبت مضرب البيض، كتير قوي. الناس اللي متابعه حلقاتي هي اللي بتشوف. المهم بقى تعالوا يلا بينا نشوف جبنا ايه، وهقول لكم على اسم الجروب. انسانه محترمه جدا، هوريكم بسكرينات فرق الاسعار الرهيب ما بين عند جروب شوكه وسكينه ما بين عند جروبات تاني وارد السعوديه. بعد ما قعدت حوالي يمكن يومين او 3 ايام بدرس الجروب ده وده وده وده، ودخلت للجروب اللي انا اصلا جايبه منه الحاجه بتاعتي، لقيت فيه فرق. المهم تعالوا بس هنشوف بسكرينات. معلش انا اسفه طولت عليكم في المقدمه، يعني نبدا حلقتنا. حط لايك اول حاجه وشجعيني، وبارك الايفرن بنتي، وعقبال يا رب ما نفرش في بيوت بناتنا كلهم حاجتهم يا رب ان شاء الله يفرحنا بيهم. يلا بينا. تعالوا بقى نفتح معانا الكراتين ونشوف. دول كانوا اخر جهازين انا جايباهم لايفرنا، وزي ما قلت لكم لسه بقى ما نشوف الترفيهات اللي بعد كده. يعني اي حاجه هتيجي بعد كده فهي ترفيهات. واول حاجه تجيبيها علشان خاطر تجربي اوردرك هي فيشه ثلاثيه. يعني اول حاجه تجهزيها باي حاجه وارد السعوديه الفيشه الثلاثيه بتاعتك، لان الاجهزه المصري من المستورده الفرق بينها وبين الثانيه هي الفيشه. بصوا بقى، انا عندي قرايبي بيجهزوا لبناتهم معانا، يعني كلنا بنجهز لان يعتبر بناتنا ربنا يخلي ويبارك يا رب كلهم في سن جواز. تمام. في اللي جاب تورنيدو، وفي اللي جاب في اجهزتهم مولينكس، وفي اللي جاب مش عارفه، مش فاكره قوي ماركات، ولكن انا اللي جربت وانا اللي عارفه الحاجه اللي قدامي شكلها ايه ونتيجتها ايه. شايفين معايا لما بعمل مخبوزات العجان بيسعفني، شايفين معايا لما بعمل عاوز اقول لكم لو عمل كيكه بيطلع الكيكه من الضرب بتاعها هشه وخطيره. شايفين معايا لو عملت فطير بيعجن معايا سريع وبينجزني وبشيل. بعمل فيه كحك العيد بيبقى خرافي ورهيب وبيريحني من اني بفضل ابس. بعمل فيه كل نواعم بسكوتات، اي حاجه عاوزه تشتغلي فيها اشتغلي في العجين. ربنا يوسع عليكم جميعا ويفرحكم بولادكم، وتجيبوا الخير كله في بيوتكم، ويكون عندكم الزياده. عجان جانو بلس هقرب لكم وهقول لكم مميزاته، وهنشوفه مع بعضنا دلوقتي. للناس اللي ما شافتهوش او مش متابعه قناتي هوريه لكم هنا وهوريه لكم جوه في مطبخي. وجبت نفس اللون لان بصراحه اللون الجولد خطير. العجان معاه ضمان سنتين، الحله بتاعته 7 لتر، حله كبيره. سرعاته 5 سرعات،
معاه كمان هنا غطا عشان يمنع الدقيق ان هو يبهدل الرخامه. بصوا هنا بقى معلومات المنتج، 1200 واط، الوعاء بتاعه ستانلس كبير بتاع 5 سرعات، مع نابض اهتزازي، هو بيتهز بسيط. هنا هو 3 ادوات للخفق العجن، مضرب يدوي، جميعها قابل للفصل، تنظيف اسهل يعني، بيتشال من مكانها وبتركب تاني. عندك هنا كمان اضاءه، في اضاءه بتنور كده في العجان من جوه، هنشوفه دلوقتي علشان خاطر تبقي شايفه العجينه بتاعتك. وليه 4 ارجل من تحت زي بلاستيكات ثابته علشان ما يتحركش معاكي من على الرخامه. احنا كده قلنا كل حاجه عن العجان، ان هو ضمان سنتين، الساعه بتاعته 7 لتر، 5 سرعات، في اضاءه عشان تشوفي العجينه بتاعتك، الوطات بتاعته 1200 واط. ناقص ان انا ما قلتلكوش سعره كام. انا جايباه من عند شوكه وسكينه، بس نفتحه الاول. جايبه الجهاز ده ب 6500. فاكرين لما كنت جايبه الجهاز دوت وموريهولكوا قبل كده في القناه عندي، كنت قايلكوا تقريبا ب 3900 حاجه زي كده، او 3900 3300. المهم اول حاجه معاك الكتالوج بتاعه، شهادة الضمان بتاعتها زي ما قلت لكم، الضمان بتاعها لمدة سنتين. تعالوا نفتح بقى ونسمي ونشوف. الفيشة بتاعتها هنا ما شاء الله جميل، انا بحبه، انا من هواة جانو بلس. ده الغطا بتاعه، ايه رايكم؟ عجان جينو بلس ده التوب بالنسبه لي، لان انا برتاح جدا جدا شايفينه خطير. ده مفتاح الامان بتاعه، ودي القطع بتاعته اهيت، مضرب الخافق، الكف. طيب الوعاء بتاعه اهوت كبير ما شاء الله وغويط اهو، وده الغطا بتاعه اللي بتركب هنا. احنا هنركب كل ده وهنشوفه. بصوا بتركب كده، شايفين الحديدة دي اهي، بصوا الروج عامل ايه في ايدي اهي، بصوا، وتلفوه بس كده اشتغل. احنا نفك الفيشة بدل ما افضل انقل وانا مش قادرة انقل. اهم حاجة بصوا الفيشة بتاعته ايه، زي ما قلت لكم ثلاثية. تعالوا بقى كده حطينا الفيشة، بصوا لازم تدوسي على زرار الامان ده، شفتوا نور الاضاءة بتاعته الليد نورت ازاي. اتأكدي بس ايه ان الامام بتاعك مقفول. بصوا دي اول سرعة فيه، هوريكم التانية دلوقتي اهي، دي التانية، دي التالتة، دي الرابعة، دي الخامسة. زي ما احنا شايفين الجهاز تحفة يا بنات، تحفة. نطفي الإضاءة، شفتوا؟ بس هي دي كانت مشكلتي، الزرار دوت ما كانش بيتقفل كويس، لكن بصوا المفروض هو يبقى متساوي كده اهو. خلاص كده ده اول حاجه معانا الجهاز بتاع جانو بلس. تعالوا نشوف الجهاز التاني. طب هكلمكم على جانو بلس. جانو بلس انا جبته زي ما قلت لكم ب 6500، كل الجروبات التانيه جانو بلس فيها ب 8 بالظبط، يعني 6500 من 8، في فرق معانا 1500. ف
فده فرق شاسع جدا جدا جدا. ده اول جهاز جبناه هو جانو. تعالوا نشوف الجهاز اللي بعد كده. قبل ما اوريكم الجهاز التاني ده كده معانا العجان، ودي الملحقات بتاعته اللي هو جهاز الكف وجهاز العجن وجهاز المضرب البيض بتاعي. تعال نشوف بقى الجهاز بتاعي جوه للناس اللي ما بتشوفش حلقاتي ومش عارفه ان انا عندي، فانا مش هجيبه غير لما اكون عارفاه متاكده منه وارشحه وبشده كمان. بصوا العجان بتاعي ده حبيبي صديقي رفيقي، ده ايدي ورجلي، ده كل حاجه زيه زي الغساله الاوتوماتيك عندي لا غنى عنهم. تمام كده اهو. تعالوا بقى كده نشوف الجهاز التاني اللي احنا جبناه. بصوا جهاز قمر، انا عماله الف الف وارجع للجهاز تاني، فظيع. شفتوا شكله جديد زي شكله هو مستعمل عندي جوه، يعني طول ما انت منظفه الحاجه وايديكي فيها طول ما هتاخدي نتيجه حلوه وهتبقي محافظه على حاجتك. تمام كده اهو. الجهاز التاني ده بقى انا نفسي فيه لنفسي جدا جدا جدا، وكان كل ما ادخل على نون واشوف الاسعار الاقي نفسي يا نهار ابيض، هو انا هجيب الجهاز ده بالسعر ده؟ كتير قوي 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 قوي. وفي الاول في الاخر هو مش تقفيل الماني، هو تقفيل مصري. لغايه ما قررت بقى كده كده هجيبه، فقلت لا طالما هجيبه اطلبه مع العجان يبقى تقفيل الماني. تعال نشوف ايه انا جبت ايه تاني. نسيت اوريكم الكوتشات اللي بتخليها ثابته من تحت قبل ما انقله بقى. بصوا 6 كوتشات مش 4 زي ما قلت لكم. دي على الرخامه بتبقى عامله عمليه شفط فبتفضل لازقه. احنا عارفين طبعا الكوتشات اللي احنا بنحطها لما بنيجي نثبت حامل فرش الاسنان او اي حاجه على السيراميك بتقفش كده اهوت. بصوا فيها 6 بتخليها ما تبقاش متحيبه، هي بتتهز يعني عشان اكون امينه والناس اللي بتشوف حلقاتي الجهاز بيتهز شويه نتيجه العجن والعجين اللي جوه، ولكن بيفضل ثابت ما بيتحركش من رخامته للامان. تمام كده اهوت. هنقله بقى وتعالوا نشوف جبناه تاني. عاوزه اقول لكم كل جهاز بجيب وارد السعوديه لازم احط جواه الفيشه بتاعته علشان خاطر وقت ما نيجي نفرش العروسه وقت ما ربنا يرضيها يبعت لها اللي يستاهلها تكون الفيش بتاعتنا موجوده وكل حاجه العروسه موجوده معانا، فلازم معايا الشاحن الثلاثي ده. تعالوا نشوف الجهاز التاني. انا طولت عليكم جدا وعارفه ان انا بوخت، بس لانكم بتحبوني هتستحملوني. تعالوا بقى. اولا انا لما جبت براون الكبه بتاعت براون اول حاجه جبتها للناس اللي متابعاني، ان شاء الله هفتكر واحط لكم اول تعليق واثبت لكم لينك الحلقه بتاعته. لقيت نفسي بدات ببراون، يعني انا بدات ببراون. طبعا هو كل واحد بيجيب مقدرته، ولكن انا كان نفسي اخلي الخلاط والمحضر الطعام يبقى كامل انا مجمعاه ويبقى كله براون. تمام. فانا جبت الخلاط براون. كل ما بدخل على نون بلاقي اسعار خزعبليه، يعني بلاقي خزعبليه، بلاقي اسعار كتيره قوي واوفر قوي، يعني 4000 7000. وفي الاول في الاخر هتجي لي زي ما قلت لكم تقفيل مصري، وبعرف زي ما قلت لكم بكرر تاني المصري من التقفيل الالماني بالفيشه بتاعتها الثلاثيه. طيب الخلاط بتاعي، الخلاط بتاعي فيه مطحنتين على نون ما بتلاقيش معاه مطاحن، على نون ما بتلاقيش معاه مطاحن. يعني بيبقى الخلاط لوحديه بالموتور بتاعه، لا اما لو لقيت الخلاط بيبقى معاه مطحنه واحده، لا اما لقيت الخلاط بيبقى معاه مطحنتين، وكل حاجه بسعرها. طارق الخلاط بتاعنا 800 واط. تعالي نفتح نشوف جوه، شكله تحفه. انا كنت جايبه الكبه والمفرمه بتاعت البصل والحاجات ديت بتاعت براون كان لونها اسود، فعشان كده كنت عاوزه جدا ان انا اجيب براون اسود اسود خالص عشان يبقى الطقم كامل، ولكن ما لقيتش، لقيت الموتور ابيض. بصوا مطحنتين زي ما احنا شايفين والغشام بتاعهم. هنفتح حاجه حاجه. اول حاجه دي مطحنه استانلس. بصوا جمالها، قمر. بصوا من جوه فظيعه، الخامه الاكلير ديت فظيعه. عاوزه اقول لكم معلومه تاني، كنت كل ما بشوف خلاط وطلبت خلاط معاكم في مشتريات كان خلاط سكاني، اول ما جالي ولقيت الدورق بتاع الخلاط ازاز رفضت الاستلام ورجعته وعملت بيه مرتجع، لكن ده خامه الاكلير الغنيه الثقيله. حابه جدا اوضح لكم الريفيو ده للناس اللي عايزه تجيب خلاط ما يكونش ازاز،
لان انا كنت عماله ادور اشوف ريفيوهات لغايه ما قابلت يوتيوبر جايبه الخلاط دوت، فعلى طول دخلت نفس الجروب اللي هي حاطه اللينك بتاعه، وفعلا فعلا الله يبارك لها ويرضيها، قالت ان هي ارخص سعر، وفعلا هي ارخص سعر. بصوا هنا بتلبسيها كده، شايفين الحته دي؟ بصوا تلفوا كده خلاص بقت الامام بتاعي، شايفين اهي، ادي كده اول ما اتحنى استلس، ادي كده تاني مطحنه كلير. يا خرابي على القمر، وجميله وخطيره ورقيقه جدا الله العظيم. مهما اقول لكم على الماتيريال بتاعتها عامله ازاي، الله يبارك لك يا اسماء بجد، الله يبارك لك. بصوا بقى فيها حاجه تانيه، دول اتنين غطا زي ما احنا شايفين، تمام. بصي بقى، لو انت ضربتي حاجه في المطحنه دي وعاوزه تفضلي محتفظه بيها في العلبه، تمام، استني بس عشان مش راضيه تفتح، تقيله اهي، ماشي. حطيتي بقى الحاجه هنا وعاوزه تحتفظي بيها ما تكرفش حاجه او تبقى في التلاجة شويه، بتغطيها بالغطا ده، شفتوا بقى برطمون، ايه رايكم فيها؟ مميزات حلوه قوي وعجبتني جدا. ده الغطا التاني بتاع التانيه، وتعالوا نشوف بقى الماتور الدورق، الدورق الدورق بتاعنا، وده الاساسي اللي خلاني رجعت خلاط سكيني، ايه رايكم؟ قمر. الحته دي برضك كانت مضايقاني، هو واضح ان الحديث اللي طالع كله كده، ولكن ولا بيسرب ولا بيعمل اي حاجه، لان انا صراحه كنت خايفه ان يكون بيسرب. بصوا الخامه بتاعته، الاكلير بتاعه نقي وجميل جدا جدا جدا، شايفين؟ يا رب تفتح ازاي سبور بدل ما اخربها، اهو بيتلف. ده الغطا بتاعه، بصوا بصوا قمر، بتحطيه كده اهوت، ليه برضك زرار امان اهو، اهو حطيته كده، بعد كده اروح لفها كده، طالما عمل التكه دي يبقى خلاص ده كده الامان واتقفل. ده الموتور بتاعه، بس اقول لكم سيبكم انتوا، الحاجه الغاليه قيمتها فيها، الحاجه البراند بتبقى باين عليها. الفيشه بتاعتها ثلاثيه برضك اهي زي ما احنا شايفين. هنجرب بقى الموتور بالمره، اي جهاز تجيبيه لبنتك افتحي وجربي وشوفي الحاجه اللي انت جايباها، علشان تبقي عارفه انت شايله لبنتك ايه وانت مطمنه، ما تبقيش قاعده قلقانه. تعالوا بقى نجرب كده الموتور بتاعنا، لقيت لي تلبيسه معينه كده، بروح قلبه كده، الجهاز ده فيه خاصيه تكسير التلج، الجهاز دوت 800 واط. الخامه بتاعته اهم حاجه بالنسبه لي ان هو مش ازاز، هو اكلير، خامته نظيفه جدا. الجهاز ده عامل 4500 جنيه في كل الجروبات، ومش كلامه خلاص، هوريكم شتات الجروبات التانيه ان الجهاز ده عامل 6000 و8000 و7000، اسعار غريبه يعني من 6 ل 7، وانا جايباه ب 4500. ده كده الاوردر بتاعي النهارده، وريكم ريفيو يعتبر عن خلاط براون ال 800 واط الالماني، تقفيل الماني، ووريكم ريفيو يعتبر عن جانو 7 لتر
يا رب يا رب ما تكونش الحلقة طويلة بالنسبة لكم. الجروب اسمه شوكة وسكينة، هسيب لكم برضك سكرين بشكل الجروب آخر الفيديو بتاعي. ولغاية هنا تكون خلصت حلقتي، ربنا يفرحنا ببناتنا جميعا ونجيب لهم الحلو كله. ويبقى عندك الزيادة لو حابة تجددي، عاوزة اقول لكم خلاط براون ان شاء الله ان شاء الله لو ليا العمر، عاوزة اجيب واحد في مطبخي شكله قيم جدا جدا في التصوير. ولكن انا لما باجي اجيب حاجة لبنتي ما بحبش اكون جايبه زيها لنفسي، الا يعني لو حاجه انا مجرباها وخايفه اجرب حاجه غيرها زي عجان جانوبلر. لغايه هنا تكون خلصت حلقتي، ربنا يكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. كون استمتعتوا معايا في فيديو النهارده. لو وصلتي معايا لغايه هنا ولسه ما حطيتش لايك للفيديو، حطي لايك للفيديو عشان تعلم مستوى الفيديو بتاعي. ولو لسه مش منوراني بشرك في القناه، حابه جدا جدا تكوني واحده من عيلتي، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد. واستنوني في حلقه جديده وفيديو جديد، واكتبوا لي في كومنتات ايه رايكم في اوردر النهارده. تصبحوا على الف خير.